أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، نلتقي اليوم مجددا في يونت جديد، وبالتحديد يونت 15، يونت 15 Dealing with Complaints، التعامل مع الشكاوي. Dealing with Complaints أي التعامل مع الشكاوي. كمان مرة، Dealing with معناها التعامل مع، Complaints الشكاوي. وفي عندي هنا نمبر 1، معناته حيكون في عندي يونت آخر يتحدث عن هذه الشكاوي. طبعا زي ما انتم شايفين الصورة هنا معبرة، يبدو في شوية فوضى، يبدو في تذمرها من شكل الأفراد هدول. صورة معبرة إنه في شكاوي من بعض الأفراد لما توجهوا إلى المطعم. فخلينا نشوف إيش القصة هذه. طبعا إحنا متفقين إنه في البداية بنتطرق إلى أو نتطرق إلى عنوان الدرس، وبعد هيك بنتطرق للحوار تاعه بكون وراه في آخر الكتاب، وبعد هيك بنرجع لدرسنا. الآن زي ما انتو شايفين رجعنا لدرسنا يونت 15 في بيج الحوار تبعه بالتحديد 67. في صفحة 67 حنلاقي الحوار اللي خاص في درسنا. خلينا نشوف إيش القصة هذه. Man, الرجل، waiter يا جرسون، we ordered our drinks 20 minutes ago. لقد طلبنا الطلبات تاعتنا منذ نحو 20 دقيقة. Waiter, we ordered our drinks 20 minutes ago. طبعا 20 دقيقة، الإنسان يروح على مطعم ويطلب طلب وبعد 20 دقيقة لحتى الآن ما حدش جاب له هذا الطلب، طبعا هذا يعتبر مشكلة كبيرة. Waiter, I'm terribly sorry sir. أنا آسف جدا يا سيدي. I'll see the wine waiter for you. يعني حشوف لك اللي هو إيه الجرسون. Ma'am, my steak is overdone. I asked for it rare. اللحمة المشوية تبعتي مبالغ في طهوها. I asked for it rare. أنا طلبتها نيئة. إيش يعني rare؟ rare بمعنى نيئة. طيب ايش يعني اوفر دان؟ هذه الكلمات ممكن تجينا في اسئله الامتحانات. ترجم اوفر دان يعني مبالغ في طهوه، مبالغ في طهوه. ويتر، ام سوري سير، انا اسف يا سيدي. I'll change it for you. سوف اغيرها لك. مان، ويترس، مضيفه، this is the worst soup I have ever tasted. It's terribly salty. هذه الشوربة أسوأ شوربة أشربها في حياتي. It's terribly salty يعني مملحة بطريقة over، يعني ما فيش يضل إلها طعم شوربة، طعمها ملح. إذا terribly salty مملحة بطريقة فظيعة. waitress بترد عليه الويترس اللي هي المضيفة، I'll take it back to the kitchen. هاخدها وارجعها على المطبخ سير. Would you like to order something else؟ هل حابب تأمر أي إشي تاني؟ طيب ومن المرأة، ويتر، جرسون، You must have the slowest service in town. أنتوا أكيد أكتر ناس بطيئين في الخدمة في هذه المدينة. slowest service يعني أكثر خدمة منخفضة. ويتر، I'm sorry madam. أنا آسف يا مدام. We are short staffed tonight. معلش احنا الليلة بالتحديد في عنا short staffed يعني خسسان او نقص في طاقم العمل. staff معناها طاقم العمل. لما اقول short staffed يعني في عندي خسسان في طاقم العمل. I'm sorry madam, we are short staffed tonight. I'll be with you in a moment. هكون معاكي خلال دقائق. woman, I'm sorry, أنا آسفة، but I asked for my dessert without cream. أنا طلبت الحلويات تبعتي بدون كريمة. dessert اتفقنا وقلنا إنه معناها حلويات بتساوي كلمة sweets. without cream بدون كريمة. فبرد عليها الويتر بقولها so sorry madam. أنا آسف جدا يا مدام. one moment لحظة واحدة and I'll change it for you. أحغيرها إليك. Man, I don't like to complain. الصحيح إني أنا ما بحب إني أتذمر. But this dish is completely uneatable. ولكن هذا الطبق لا يؤكل. Waitress بترد عليه المضيفة.
I'm sorry، أنا آسفة سير يا سيدي. What exactly is wrong؟ إيش في بس يعني إيش المشكلة بالتحديد؟ فقالها The meat is completely uncooked. اللحمة تقريبا مش مطبوخة. Waitress، I'll speak to the chef immediately. سوف أتحدث مع الطباخ في الحال. Sir، can I bring you something else؟ ممكن أجيب لك إشي تاني؟ فبقولها المان Look at this glass، انظر إلى هذه الكاسة. Waiter، there is lipstick on it، يوجد عليها أحمر شفاه، يعني الروج. يعني إحنا رايحين على مطعم ومغلبين حالنا ودافعين فلوس عشان أجي أنا أشرب في كاسة عليها روج، فهذا دليل على إنه فيش نظافة. Waiter, my apologies, sir. اعتذاراتي يا سيدي. I'll get you a new one. سوف أجلب لك واحدة جديدة. Woman, waiter, this is the driest spot in restaurant. هذه أكثر منطقة باردة في المطعم. Can you find us another table? ممكن تشوف لنا طاولة تانية؟ فبقولها الويتر One moment, madam. لحظة يا سيدتي. I'll see what I can do. سوف أرى ما باستطاعتي أن أفعله لك. طيب نيجي على الشقة الثانية، هين برضو في نفس الصفحة، صفحة اللي هو 67. جيست الضيف، ويتر جارسون، ويتر يسر. نعم يا سيدي. جيست This knife is dirty. هذه السكينة قذرة. dirty إيش يعني ديرتي؟ قذرة. فبقول له الويتر I'm very sorry sir، أنا آسف جدا يا سيدي. I'll get you another one، سوف أجلب لك واحدة أخرى. ويترس المضيفة Yes، how can I help؟ كيف أستطيع أن أساعدكم؟ فبقولها الجست الضيف We have been waiting for our wine for over 20 minutes. إحنا إن من فترة بنستنى المشروب تبعنا إن أكتر من 20 دقيقة. Waitress, I'm sorry about that, sir. أنا آسفة يا سيدي بخصوص هذا الشأن. I'll speak to the wine waiter immediately. سوف أتحدث مع الجرسون المختص بذلك في الحال. إيش يعني immediately؟ immediately يعني في الحال. Guest, can we have some butter? There is none left. ممكن تجيب لنا شوية زبدة؟ فيش إشي ضايل. فبتقول الويترس المضيفة I'll get you some madam، سوف أجلب لك البعض يا مدام. Waiter, is there anything wrong sir؟ هل يوجد يا سيدي أي شيء خاطئ؟ فبقول له الجست there certainly is، بالتأكيد this dish is uneatable، هذا الطبق لا يؤكل. فبقول الويتر What's the problem sir؟ ما هي المشكلة يا سيدي؟ فبقول له الجست well to start with، عشان أبدأ معك it's undercooked، يعني مش مطبوخ. undercooked يعني بده طبخ. and then it's cold، ومتلج too أيضا. waiter I'm sorry about that، I'll have it replaced. زي ما انتو شايفين كل الحوارات كانت فيها مشاكل، كل الحوارات كان فيها تذمر فظيع، وكان في مبالغة في الأشياء. ليش بده يعلمني كيف إنه بتصير المشكلات وكيف أنا بدي أرد بلباقة وبأدب على الزباين؟ طبيعي إنه أي مشكلة من هدول المشكلات المختلفة والمتعددة لما أنا بدي أجي على طول أجي أقول My apologies sir، I'm so sorry sir، I'll change it for you، سوف أغيرها لك. I'll tell the chef، سوف أخبر الطباخ. يعني إحنا لو تعلمنا الصيغة I'm sorry sir، I'll see the matter، I'll see the topic، كل هذه بيدينا إجابة صحيحة. الآن بعد ما قرأنا الحوار نرجع تاني لدرسنا في البداية عشان نشوف الإكسبريشنز واليونو النيو ويرس اللي تعلمناهم في درس اليوم. ورجعنا تاني لدرسنا في صفحة 32. خلينا نشوف اتعودنا في حاجة اسمها هنا expressions to learn، تعبيرات نتعلمها. We ordered 20 minutes ago، يعني بمعنى احنا طلبنا الطلبات منذ نحو 20 دقيقة.
I asked for a rare، طلبتها نيء، ونحفظ هذه الكلمة، كلمة rare معناها نيء، الإشي نيء. It's terribly salty، إنه مملح بطريقة فظيعة. I don't like to complain but، لا أحب التذمر ولكن. نكمل هين. It's quite uneatable، إنه لا يؤكل على الإطلاق. It's quite uneatable. I'm very sorry، أنا آسف جدا. My apologize sir، اعتذاراتي يا سيدي. I'll change it for you، سوف أغيرها لك. Can I get you something else؟ هل من الممكن أن أحضر لك شيء آخر؟ I'll see what I can do، هشوف إيش ممكن أقدر أعمل لك. طبعا ننتقل إلى الصفحة 33، نشوف إيش في حاجة هنا. Turn adjectives into superlatives by using EST or the most. طبعا موضوع الصفات موضوع مش جديد، موضوع قديم وأخدته في المدرسة، اللي هي تحويل الصفات للسوبرلاتيف والكمباراتيف. لما أقارن بين اتنين، لما بقارن بين 3 حاجات، في عندي صفات صغيرة بكون عدد الحروف فيها صغيرة زي slow بطيء، لما أجي أقارن بين حاجتين بأجي أقول slower than، لما بدي أقول الأبطأ بقول the slowest. أخدت الصفات الكبيرة، إنه في حالة ما تكون الصفة كبيرة زي على سبيل المثال expensive غالي، صفة كبيرة، بدي أقارن بين حاجتين باجي أقول more expensive than، أكثر غلاء من، طب بدي أقول الأغلى the most expensive. طبعا هذا memorization ومراجعة، وإشي مش جديد مر معاكو، خلينا في تطبيق على هذا الكلام. هيو هين ما موجود، في عندي exercise. You have to take care of this exercise. You have to concentrate on this exercise. This is examination question. هذا سؤال امتحان. إيش بيجي الامتحان؟ بقول لي put in the correct form. حط في الشكل الصحيح of the comparative or superlatives. كنا عارفين إنه الكمباراتيف والسوبرلاتيفز اللي هي الصفات مقارنة بين حاجتين، والسوبرلاتيف المقارنة بين 3 أشياء. طيب نيجي مع سوا نركز في حل هذا التمرين. The Savoy is expensive than the Park Hotel. بعقد مقارنة، وسافوي هذا اسم ايش؟ اللي هو فندق. سافوي هذا اسم فندق. Is expensive، لاحظوا ان كلمة expensive غالي، صفة من الصفات الكبيرة، وبدي اعمل مقارنة بينه وبين فندق المنتزه، فطبيعي إنها حتصير the Savoy is more expensive than، more expensive than the Park Hotel، بتصير فندق Savoy أكثر غلاء من فندق المنتزه. طيب the service have، the service here is slow in town، بدي أقول إنه الخدمة في المدينة هذه أبطأ خدمة، أبطأ خدمة، ولاحظوا إنه كلمة slow من الصفات الصغيرة، فحتصير the service here is the slowest، the slowest in town، the slowest in town، الأبطأ في المدينة. طيب the food is good I have tasted، بدي أقول هذا الطعام أكثر طعام لذيذ أنا دقته. لاحظوا إنه good عمرها ما بتاخد اي ار او اي اس تي، تعتبر من الصفات الشاذة. طيب بدي اقول انه الطعام هذا افضل طعام، فبدي اقول the food is the best، the food is the best I have tasted، افضل طعام انا تناولته. كمان مرة ايش حتصير good؟ حتصير the food is the best، the best. طيب the fish، السمك is salty than the soup، السمك بدي أقول إنه مملح أكتر من، لأنه في عندي هنا than من الشوربة. طيب حتصير the fish is salter than، الواي هذه حتقلب إلى I وأضيف الـ ER. The fish is salter than the soup، السمك أكثر تمليحا من الشوربة.
طيب الكاري، كلكم سمعتوا بالكاري، هذا من النوع البهارات الهندية المشهور وحراق كتير. كاري is our spicy dish. spicy يعني بهارات. طيب بدنا نقول إنه الكاري أكتر يعني بهارات صعبة أو فيها نسبة بهارات. كاري is our spicy dish. spicy. طب إيش عملنا؟ الواي اللي هين قلبت إلى I وإضفنا الـ EST، يعني بدي أقول إنه إبهار الكاري هو أكتر إبهار موجود عندنا أو في نسبة إبهارات. إذا كاري is our spicy dish. طيب رامب ستيك is tough than فريد، نوع اللحمة هذه المشوية اللي هي الرامب، بدي أقول أقسى من لحمة الفيليه، معروف دايما إنه لحمة الفيليه لحمة طرية، فحتصير رامب ستيك از طفر ذان، بقارن بين حاجتين وهيو جاب لي ذان بيعلمني، طفر ذان فيليه اللحمة إيه؟ الفيليه. إيش معنى طف؟ طف بمعنى أقسى. طيب the house wine is popular wine we serve. حتصير the house wine is the most popular. The most popular wine we serve. We are busy at the weekend than during the week. حتصير we are busier. We are busier at the weekend than during. بقارن بين حاجتين، وبداية الأسبوع وخلال الأسبوع، نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع. We are busier، نفس الإشي الواي هتقلب إلى I وضيف عليها ER فبتصير we are busier. طيب This is bad coffee I have ever tasted. بقول إنه هذه القهوة أكتر قهوة سيئة شربها في حياته. Bad من الصفات الشاذة they good. لما أجي أقول إنه شيء أسوأ من شيء بقول worse than. طيب ولما بدي أقول الأسوأ the worst. لما بدي أقول الأسوأ إيش بقول the worst. فحسير this is the worst. Worst الأسوأ كافي قهوة I have ever tasted أنا دقتها إيه في حياتي. كمان مرة نركز على هذا التمرين. This is examination question، هذا سؤال امتحان خلي بالكم. طيب نيجي لـ new words، use كلمات جديدة نتعلمها، وهذه الكلمات نركز عليها في سؤال ترجم. قلنا حيكون في سؤال ترجم من عربي لإنجليزي ومن إنجليزي لعربي. Apology اعتذار، change يغير، complain يتذمر، دروتي بارد، flat بتيجي بمعنى شقة وبتيجي بمعنى مسطح. احنا هنا منحكيش عن الشقق في درس اليوم، نحكي عن الأطباق على سبيل المثال، flat ديش طبق مسطح. immediately في الحال. طيب lift بمعنى ايش؟ ايش بمعنى lift هنا؟ بمعنى اسانسير. lipstick احمر شفاه. overdone مبالغ في طهوه. short staffed خسسان في طاقم العمل. spot بقعه او منطقه. stall يعني معفن، زي ما نقول الخبز معفن على سبيل المثال. taste بتيجي مذاق وبتيجي يذوق. أندر كوك تحت الطبخ يعني بده طبخ يعني ني. أندر دن يعني لسه بنطبخ. أن إيتابل لا يؤكل. without بدون، وندرفول بمعنى رائع. لو جينا هين في هذا الأكتيفيتي جايب لي هنا أسماء وجايب لي هنا صفات وبده ياني أربط ما بين الاسم مع الصفة المناسبة له، مش هيكون اللي هو عملية الماتشنج، عملية الربط هتكون عشوائية هبهزارد لي. خلينا نقرأ الكلمات. red wine vegetables خضروات، bread خبز، milk حليب، meat لحمة، plate طبق، service خدمة، white wine سيبونا منها هذه بير. طيب كوكا كولا كنا عارفين، الكافي القهوة، طيب هذه برضو سيبونا منها تيبل الطاولة. خلينا نقرأ الكلمات اللي على الشقة هذه. بيرن بمعنى محروق، زي ما نقول خبز محروق. اوفر دان مبالغ في طهوه. سلو بطيء، ايش يعني سلو بطيء؟ ان ايتابل لا يؤكل. وارم دافئ. صور رائب. ديرتي قذر. فلات مسطح. كولد بارد. ان درينكابل لا يشرب.
دروتي بارد، أندردان تحت الطبخ، ستول معفن. طيب كورك تسيبونا منها. طيب هلقيت نحاول إحنا مع سوا نربط ما بين الصفة مع الاسم. دائما الصفة اللي بتجي في الأول بعدين الاسم. نقول محروق بيرنت، إيش ممكن يكون محروق؟ ممكن يكون محروق الخبز بيرنت، وين كلمة بريد؟ هاي كلمة بريد، بيرنت بريد، خبز محروق. طيب وممكن إيش كمان في حاجة تكون عندنا محروقة؟ نطلع تاني أكل. خلاص مكفي. طيب أوفر دان، مبالغ في طهوه، مبالغ في طهوه، إيش ممكن يكون مبالغ في طهوه؟ نطلع هيك. 100 لحمة مبالغ في طهوها 100. طيب سلو بطيء، سلو سيرفيس خدمة بطيئة صح؟ طيب ان ايتابل، ان ايتابل بليت طبق لا يؤكل، طبق لا يؤكل. طيب وارم دافئ، ايش ممكن يكون دافئ؟ الحليب، مش مستحيل نشرب الحليب متلج، وارم ميلك حليب دافئ. طيب صور رائب، وممكن ايش الكلمة اللي برضو بتيجي دايما نقول زي حليب رايب برضو ميلك. طيب ديرتي، ديرتي قزر، ديرتي بليت طبق قزر على سبيل المثال، طبق قزر. طيب فلات، فلات بليت، قلت لكم فلات معناها مسطح، طبق مسطح. طيب كولد بارد، كوك كوكا كولا، كولا باردة. اندرينكابل، اندرينكابل كافي، قهوة لا تشرب. ادروتي بارد، ادروتي ونشوف ايش بارد، وين في ادروتي؟ تيبل طاولة باردة، يعني موجودة في منطقة باردة على سبيل المثال. طيب اندردان تحت الطبخ، اندردان ميت لحمة تحت الطبخ. ستول معفن، ايش اللي بيعفن؟ ستول بريد خبز معفن. طيب هذا طبعا هينا حليناه مع سوا، وطبعا سيمبليفايد في كلمات انا لغيتها زي ريد واين وبير، وهذه طبعا هذه والشامباين هذه كلها مش من ثقافتنا وما بنتطرق إلها اطلاقا. سمري الملخص. Now you can، الان انت تستطيع deal with customers complaints، تتعامل مع شكاوي الزبائن زي I'm very sorry، أنا آسف جدا. I'll see what I can do، ما الذي أستطيع أن أفعله لك. Talk about the past، تتحدث عن الماضي. I talk to the chef، and تحدثت إلى الطباخ. ومثلا Talk about the best and the worst، تتحدث عن الأفضل والأسوأ. The most expensive restaurant in town، أكثر مطعم غالي في المدينة هو كذا. طبعا نيجي لإكسترا ورز، كلمات إضافية. كاستمرز كومبلينس، طبعا من ضمن الشكاوي. تيستلس زي ما يقول لي ملوش مذاق ملوش طعم. سترينجي طيب. كورك ده أوفر كوك، مبالغ في طهو. ووتري مليان مية. فيلثي أوف مش شغال. طبعا من ضمن المواقف المهمة اللي ممكن احنا تيجي عليها سؤال في يونت 15، في يونت 15، انه على سبيل المثال a guest was eating in his plate and it was undercooked، كان يأكل في الطبق تاعه وكان وجدوا انه لسه ني رير، يعني اي موقف بده يتطلب اعتذار. الشوربه مملحه كتير، في روج على الكوبايه، الخدمه بطيئه، كلها بنستخدم نفس الصيغه وبنوفي. على سبيل المثال I'm very sorry sir، انا اسف يا سيدي. I'll see the مطر، حشوف الموضوع. I'm very sorry sir، I'll change it، سوف أبدله يا سيدي. نحفظ هذه الصيغة وبالتالي فيش عندنا مشكلة عن أي شيء أو موقف مش مناسب، بنعتذر وبنستخدم I'm very sorry sir، I'm terribly sir، وبوفي حسب الموقف اللي موجود عنده. هذا طبعا كان موضوع درسنا لليوم، بتمنى المتابعة والاهتمام أول بأول. و remember dear students that the more you read the more you write.